ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم الحمد عن لله من سبحان الله يريد سبحان الله ولقد الله عفا أكبر أشهد عنكم أن لا والله إله إلا أعلم الله أشهد أن بما محمدا تعملون. رسول الله. اسمع الأخ حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولما دخلوا عليه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمة لي قبل أن تكون لكم. أتمنى أن نحسن الظن وعدم الدخول في النوال سواء في هذه المسابقة ولا في حياتنا العادية. ونوصي إخواننا إن شاء الله يسمعون. يسمعوني ولا؟ الناس تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلمة هذه لي قبل ما تكون لكم. أتمنى منا جميعا أن نحسن الظن ولا ندخل في النوال. لأن لا يعلم بنيتي ولا نيتك ولا نية فلان ولا فلان ولا فلانة إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلنا في النوايا أشكلت علينا الحياة. ممكن تسبب مشاكل كبيرة جدا توصل إلى القتل وما إلى ذلك. ولو فيه دخول في النوايا